أنا أم عمار من وادي خالد، بستفيد من البولندية بأجار البيت، الحصص الغذائية والحصص النسائية. بحب التمريض مش لأنه مهنة، بحبها لأنه تحسيها مهنة إنسانية، بتقدري تساعدي غيرك، حتى بتساعدك بحياتك. فقدرت أوفر لحتى كمل السنة سجل، وحتى خلص كون مستقلة أقدر أشتغل أصرف على أبني. إنه صار عندي خبرة الكافية بالتمريض، بس إنه عندي السنة بدي خلصها لحتى يكون معي الشهادة. كل مرة شهادتها بالحياة هي سلاحها.